طب يعني النجم الجميل العظيم كريم عبد العزيز اللي هو النهارده متواجد في الرياض واهل الرياض كلهم جم عشان يقابلوه او يشوفوه او يتصوروا معاه او يسمعوا كلامه من خلال الندوه اللي مشارك فيها، مساء الورد عليك يا كريم. مساء الفل عليكي وعلى مصر والشعب المصري كله. بس ده كلام كبير علينا، واحده واحده. ده اقل من الحقيقه. بس بالراحه. اقل من الحقيقه. وطبعا احنا مش، انا مش عارفه طبعا اتكلم من بدايات خالص ولا اتكلم عن الاختيار وعظمته ولا اتكلم عن كيرة والجن ولا اتكلم عن ايه ولا ايه. بسم الله ما شاء الله مش جاي قر. فهتكلم النهارده عشان نختصر الوقت عشان ما اعطلكوش على الندوه، عن ندوه عن فيلم الفيل الازرق ويعني وحرص شديد من الجمهور السعودي ومن قائمين على معرض الكتاب الدولي بالرياض انك لازم تكون موجود وكله في استقبالك. كلمني عن احساسك، وده اول مره ليك في الرياض ولا كنت قبل كده حضرت حاجه؟ لا، تاني مره ليا في الرياض. يعني اولا انا كنت هنا من شهرين، كنا بنفتتح فيلم كيرة والجن انا وعزو. بصي يعني تاني مره في الرياض، يمكن المره التاسعه ليا في المملكه. انت ما بتحسيش ان انت سافرت هبة؟ يعني العلاقه ما بين الشعبين وبين البلدين، الاستقبال اللي استقبلونا بيه وحسن الضيافه وبنشكرهم، ولما بيقول لنا مصر بنحطهم على راسنا. فده يعني ده شيء مش يعني مش جديد على الشعب السعودي ولا كرم الشعب السعودي ولا جديد على المصريين وكرمهم. وانا فرحان جدا بالندوه، فرحان ان فرحان بالانفتاح اللي حصل في المملكه، فرحان بفكره الثقافه الجديده اللي دخلت والافلام اللي بقت تنزل والشعب السعودي بقى مطلع على كل شيء، واحنا موجودين دايما، هم موجودين واحنا موجودين دايما. يا رب بلد واحد واخوات وطفره رائعه على كل المستويات الثقافيه والسينمائيه هنا في المملكه العربيه المتحده السعوديه يعني. بس ما ينفعش تكون معايا وما اسالكش عن الحشاشين. احكي لي عن احساسك لما عرفت ان انت اللي هتأدي دور حسن الصباح او الصباح في الحشاشين. سقعت. اتسرعت. اتسرعت اولا موضوع كبير جدا، موضوع ابعاده الفكريه اللي عايزه تتنقل للناس وللشباب بالذات جديده جدا. بحضر ويا رب يعجبكم، لسه في مرحله التحضير. فرحان جدا جدا لثالث مره مع دكتور بيتر ميمي حبيبي، وفرحان جدا بقى باول تعامل ليا مع الاستاذ الكبير الاستاذ عبد الرحيم كمال. ودعواتك بس ان شاء الله نستبس في رمضان يا رب. احنا في الانتظار على احر من الجمر ان شاء الله رمضان 2023. اخر بقى حاجه عشان ما اعطلكش على الندوه، هي الستات ما بيعرفوش يكذبوا فعلا؟ الستات احنا بس اللي بنكذب يا فندم. لا انتوا صادقين جدا، احنا اللي وحشين واحنا اللي كريم. قول الحق. الستات ما بيعرفوش يكذبوا، الرجاله بتعرف تكذب. بشكرك يا كريم وبالتوفيق، ودايما نعودنا على كل الاعمال المحترمه، صدقك وذوقك وموهبتك ونجوميتك وكاريزمتك، ودي من عند ربنا بقى غير اجتهادك. نورت الدنيا واخش عشان احضر اتفرج على الندوه واسمعها. شرف بالجمهور كله، الف شكر. سلام يا هبه. شكرا.